انا بيرسونيلمون ما يعجبونيش، سورتو عندي ما نقولك ياسر فضايح، حاجات ما مش معقول باش نحطها تفرج فيها العائله التونسيه. سورتو فما ديكا ما يتعداوش في التلفزه، مش كل شيء يتعدى في التلفزه. كيما شنو هما ديكا؟ فما ديكا سوسيال ما يتعداوش في التلفزه، كيما برشا حكايات نتاع بنات نتاع عائلات نورمالمون ما يتعداوش في التلفزه هذيك. شي عجبوني خاطر فما حاجات معناها تجيك في الواقع، ساعات حالات تسخفك كاينه، ساير في المجتمع التونسي حاجات تسخفك معناها. سوء الحظ يعني البرامج تسترزق من مآسي المواطن التونسي ومن شريحة معينة من الشعب التونسي. فضايح فضايح معناها حاجات ما تقالش في التلفزة، فهمت؟ فما حاجات معناها عيب، خاصة نحن مجتمع شرقي معناتها عربي، فهمت؟ فما حاجات معناها اونوس با لو دير معناتها. بون بوتيتر بيان ما نجموش السيكسبريمي معناتها قدام معناتها 10 ملايين معناتها متفرج، وفما ناس تفرج فينا لبرا وكل شيء. نقولوا في حاجات هو يمكن ياسر، فما برشا دول عندهم حاجات اكثر من اللي موجود راهو، اما مي الناس با يقولوها في التلفزه. والله خاطر واقعنا ومجتمعنا يعني حاجه عاديه نتفرج فيها، فما عباد تقول لك ليه ما نتفرجوش وحاجات، وما هذاك هو شعبنا يعني ما نجموش ننكروا فيه اصلنا. وعادي واحد يعيش ويتعلم والحمد لله، واحد يحمد ربي يشوف ويتعلم. فما اشياء فهمتني في العائلات اللي مخترة، واحد كي يسمعها فهمتني ولا للحم قشعر فهمتني ولا يا رسول الله، بين الاخت واخته وبين الام وولدها بين البنت وابوها اشياء ما تنتقش يا اخي. بالكل بالكل بسم الله الرحمن الرحيم ولا اعوذ بالله منها الحكايات. انا في نظري فهمتني ندور الفلسه وما نتفرجش فيهم على طول، خاطر اشياء لا يقبلها العقل ولا يقبلها الدين. سمحني بكل صراحة، شيء كبير شيء كبير شيء كبير، نطلب منهم أنا لو خيان فهمتي الحاجات هذوما باش ما عادش يعديوها. فما حاجات ما يلزمهاش كيما يعني كل شيء بالواضح، ولا يعني حتى يعني حتى أولادنا تحلت عينيهم وفهمت كيفاش. عادش واحد ما يجيش كيما أبوه وأم يتفرجوا مع أولادهم، معناها وقاحة وقاحة ولات بين يعني بين الأم والبو. بالنسبة مثلا برشا حاجات ما يعرفوهاش العباد هاك يعرفوها من كيما عندي ما نقول لك، وفما حاجات نورمال ما تعداش فيه ماهيش تاع عائلة باش تتفرج فيها ويعرفوهم هما ديجا العباد، فهمت؟ تتفرج فيها انت؟ ما نكذبش عليك، مرة كل مرة كيفاه، مرة هكا ومرة هكا، مرة نتفرج مرة لا. يوريو يعلموا الناس. شنو يعلموا؟ يعلموهم باش ما يغلطوش وباش يفيقوا على رواحهم الاخرين. ما ثماش عائله ما فيهاش مشكله، راه ثماش عائله ما فيهاش مشكله، اون برينسيب العائلات فهمتني، ثم كبارات العائله هي تحل المشاكل، ثم مواضيع ما تطرحش، ثم احنا عائله محافظه ومسلمه، ثم مواضيع معينه لازم تكون فهمتني فيها الستره خويا، فهمتني؟ نتفرج فيها معايا، نتفرج فيهم ونحشم، كي نتفرج مع عائلتي نحشم، نحشم ثم مواضيع ما تجيش. عبد الرزاق بي فهمتني يا ماما يا ماما، والعزايز الكل تحبه وشياب، عمل بيبليسيتي للروح وكيكا ولا محبوب. نجم انت راجل كبير في حومه يفضل المشكله هذيك ويرجع كل شيء لمجراه. نورمال هذيك هي المعاون الصنعه. قداش الحاره الهندي؟ الحاره الهندي ب 500. ما يعجبونيش، ما فهم حتى لا ثقافه لا حتى شيء، فاش قام عاد نتفرج في فيلم انا هنداوي نشطح معاهم وانا بالي مرتاح. تونسي مش هذاك راه. التونسي عندنا سرنا وعندنا كل شيء، ثم نتفرج فينا راهو خارج الحدود راهو مش كلام هذا. انا يعجبني برنامج عندي ما نقول لك، مسامح كريم ما يعجبنيش جمله واحده. تتفرج فيهم ديما؟ اي عندي ما نقول لك المتالي ديما حاضره في الميدان. ثم مصداقيه معناها، ثم معناها من الواقع نتاعنا من اليومي معناها، ثم مشاكل قاعدين هما يعالجوا فيهم ويطرحوا برشا في مشاكل كبيره معناها اجتماعيه. برامج الواقع سا ديبون انت والقضيه اللي يطرحها البرنامج، مي برنامج مثلا كيما المسامح كريم برنامج فاشل جدا، ما في حتى قضيه خاطر يجيب فيه حكايات ما عندهمش حتى صله بالواقع. وبرنامج عندي ما نقول لك فيه حاجات مقبوله وفما حاجات غير مقبوله. فما بلايص اخرين واحد ينجم يلتجي لهم اهل اختصاص، واحد ينجم يمشي سا ديبون شنو المشكله اللي يعاني منها، خير من اللي انه يكون حاجه هكا نتاع المذيع يلوج على شهره على حساب باش يفضح عبد ولا باش يوريه سفارم زعما. نعرف اللي هما موجود وحاجات في المجتمع موجوده معناش، اما يمشيوا يداويوهم ولا يمشيوا يعاونوهم، انا هكا رايي معني، فهمت؟ نتصور خير من اللي يكون حاجه في لاغرونت نتا ما ولينا نشوفوا في ديكا ولينا كنا باش ولينا حاجه عاديه معني، حتى نهار اخر كي تصير يقول لك عادي نورمال معني، فهمت؟ نحن لهنا حتى كي تعداوك
الطلبه هذوما اللي يقراوا في بورقيبه سكور وكل شيء، كي ياكل يعمل كي